لنقاش موضوع الفساد في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب والباحث السياسي فالح الخطاب. أهلا بكم أستاذ فالح. حياكم الله، مرحبا بكم. تعد محاربة الفساد والقضاء عليه مطلب لجميع العراقيين بما فيهم المتظاهرين في الساحات، إلى أي مدى تتوقع أنه يمكن الاستجابة لمثل هذا المطلب بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ الحقيقة أنه كما ورد في تقرير الجارديان ونسب أظن إلى المرشح الجديد المنتخب، أحد المرشحين الجدد الذين انتخبوا، هو بنفسه قال أن الناس يعتقدون أن النظام عاجز عن إصلاح نفسه بنفسه، ونسب أيضا القول إلى آخرين من الناس، من المحتجين، من المتظاهرين، بل هذا شعور كثير من العراقيين أن هذا النظام يجب أن يجتذ وأنه لا أمل فيه، وبالتالي أي إمكانية للإصلاح غائبة تماما، لأنه الفساد قد ضرب عميقا وعميقا جدا بسبب بسيط، ليس لأن هناك حفنة من الفاسدين، ولكن لأنه هذا الفساد مقصود تماما في حالة العراق. نعم، الحديث عن الفساد في الصحف ومراكز دراسات الدولية كثر في الفترة الأخيرة، برأيكم مثل هذه التقارير الواردة من الغرب ألا تهدد وجود هذه القوى السياسية على الأقل في الفترة المقبلة؟ يعني التهديد حاصل، التهديد موجود، يعني حتى رعاة الاحتلال الأمريكي والإيراني الآن هم يخافون، هم يخشون من النتائج الخطيرة، هم أرادوا للعراق أن يكون بهذا الوضع، ولكن ليس بهذا الكيفية، بهذه الكيفية من السوء، فالسوء الآن والفساد بلغ مبلغا لا يمكن إصلاحه، وبالتالي أنا أعتقد أنه مراكز البحث الغربية وخاصة الأمريكية يعكفون الآن على بدائل، لكن البدائل كلها تتصارع في العقل الأمريكي، العقل الاحتلالي، لأنهم من جهة لا يريدون للعراق أن يكون بلدا قويا، ويخافون من العراق وإمكانات العراق، وبالوقت نفسه هم عاجزين، يقفون الآن في موقف العجز عن وضع حد لتسلط هؤلاء الفاسدين الذين جاءوا هكذا بغفلة من الزمان وأتت بهم الولايات المتحدة، وحتى ربما الأمريكان لم يكونوا يتوقعون أن تكون هذه الطبقة من رموز الاحتلال بهذا القدر من السوء. نعم، الولايات المتحدة وإيران وقوى إقليمية ودولية تخاف، ولكن كما قال أيضا التقرير ونسبه إلى أحد إلى عضو في مجلس محافظة البصرة عندما قال لا أمل من هذه الاحتجاجات والمظاهرات، هناك كما نعلم النظام، نظام العملية السياسية وهو وجه الاحتلال البشع والثمرة المسمومة لهذا الاحتلال، وهو أساس كل الفساد في العراق. هذا النظام مدعوم دوليا وإقليميا وبالحشود والميليشيات وكل شيء، ولكن طبعا من يرى نبض الشارع العراقي يعلم أن الأمور قد تؤول إلى 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 يعني إلى مجاهيل لا أحد يعلمها ولا حتى توقعها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني باعتباركم تحدثتم أستاذ فالح أن هذا الفساد أغرق العراق وليس هناك إمكانية لاستئصاله أو على الأقل التخفيف منه، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى تبني القوى السياسية في العراق لمثل هذا الفساد الذي انتشر في كل القطاعات؟ يعني في العالم، النظام العالمي، نظام أي دولة، الفساد متى ينشأ؟ الفساد ينشأ عندما تغيب الدولة، عندما تكون هناك دولة، خلينا نبدأ بطريقة أخرى، عندما يكون هناك دولة وحكومة ومؤسسات وقانون وسلطة مفروضة ورقابة، عندها الفساد يقل، لا ينعدم الفساد أبدا ولكن يقل. إذا تصورنا، وهذا التصور حقيقي وواقعي، أنه لا يوجد في العراق لا دولة ولا حكومة ولا معارضة، على فكرة المعارضة أيضا غير موجودة،
ولا رقابه اعلاميه يعني من الصحافه السلطه الرابعه، ولا يوجد قضاء حتى مستقل، ولا يوجد اي شيء، بل العكس من ذلك، هناك تشجيع للفساد، وهناك يعني الدوله سلطاتها آلت الى مجموعه فاسده لا يعتقدون انه لا رقيب عليهم، بل هم مدعومون. فلكم ان تتصوروا حجم الفساد الذي يمكن ان يغري هؤلاء وغيرهم طبعا. وخلينا يعني لا ننسى ايضا ان الاحتلال بدا بالفساد. يعني نتذكر جيدا ان الاحتلال ماذا فعل؟ في اليوم الاول نهبت كل مؤسسات الدوله بشكل علني وواضح برعايه واشراف من قوات الاحتلال. فلكم ان تتصوروا احتلال يبدا بالفساد والنهب، ماذا ستقول نتائج هذا الامر؟ نعم. يعني استاذ فالح، كيف تتوقعون ان يكون مستقبل العراق في ظل اتساع رقعه التظاهرات ورفع المتظاهرين لشعارات المطلب الرئيسي فيها القضاء على الفساد؟ القضاء على الفساد لا يمكن ان يكون في العراق الا باجتثاث كل تبعات الاحتلال، وأول تبعات الاحتلال وأهم العملية السياسية. هذا نظام خبيث، هذه ثمرة مسمومة، ينبغي يعني يجب على كل العراقيين أن يفقهوا، أن يعوا بأنه المهم الآن أن يتوحد كل الناس، لأنه نعلم جيدا عندما قامت في المحافظات الغربية التظاهرات للأسف لم يكن أحد يدعمها. اليوم مطلوب من الجميع التوحد والتضامن على هدف واحد، وهو اجتثاث هذه العملية السياسية، لأنه لا فائدة منها ولا أمل يرتجى منها. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي فالح الخطاب، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.